لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. يقول الكاتب حسين صالح السبعاوي في مقال نشره موقع مركز راسام للدراسات، يقول: الثورة تعني تحركا شعبيا ضد النظام القائم لإسقاط النظام الحاكم. تكون الثورة ذات أهداف واضحة ومعلنة للشعب، كما يمكن أن تكون الثورة سلمية أو مسلحة. أما الانقلاب فهو تحرك القوات المسلحة ضد النظام القائم والاستيلاء على السلطة بالقوة من دون تحرك شعبي. السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان الهدف من تحرك الصدر إسقاط النظام من خلال ثورته؟ الجواب: لا نعتقد ذلك، فالصدر لا يريد إسقاط النظام، وما قام به لا يمكن أن يطلق عليه بالثورة. فمن الازدواجية أن يتكلم هؤلاء عن الشرعية وعن مؤسسات الدولة في الوقت الذي لم يعرف فيه مصطلح لا دولة إلا بسبب ممارساتهم المخالفة للدستور، ابتداء من تشكيلهم الميليشيات ومشاركتهم في الانتخابات ومنعهم للقوى الفائزة من تشكيل الحكومة وفرض نفوذهم على مؤسسات الدولة بما فيها القضاء. كل هذا ويعتبرون أنفسهم مدافعين عن الشرعية وعن النظام والدستور. منذ البداية أدركت القوى الوطنية بأن الصدر لا يهدف في حركته هذه إلى إسقاط النظام وتغييره، وأن الصدر لا يمكن الاعتماد عليه في أي حركة ثورية، لأنه كثير التقلبات، وعادة ما يتراجع بسرعة من دون استشارة شركائه، بل عادة ما يفاجئهم بقراراته المتسرعة، كما حصل سابقاً في عدة مرات، وآخرها انسحابه من التحالف الثلاثي المفاجئ. كذلك لا يؤمن جانبه من الغدر بالشركاء، كما حصل مع انتفاضة تشرين عندما قتل أتباعه الذين يطلق عليهم القبعات الزرقاء، قتلوا شباب تشرين في بغداد والناصرية. إن التيار الصدري هو جزء من العملية السياسية وهو شريك فيها منذ بدايتها، وما زال في هذه الشراكة ولا يمكن أن يسعى لإسقاطها. وحتى خلافه مع جماعة الإطار هو خلاف مع جزء منهم وليس معهم جميعا، وتحديدا خلافه مع نور المالكي زعيم دولة القانون ومع قيس الخزعلي. أما البقية فكثيرا ما عرض عليهم المشاركة في الحكومة معهم، لكن الصدر يسعى للحصول على أكبر المكاسب من خلال حركته الأخيرة والهيمنة على الدولة وإقصاء شركائه فيها، مستغلاً ضعفهم الذي بدا واضحاً من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة. عن قانون الأمن الغذائي وتبديد أمواله كتب سمير داود حنوش مقالاً في موقع كتابات، يقول: في خضم هذا الصراع السياسي وذلك التنافس القائم بين أطراف المنظومة السياسية في العراق، يبدو أن هناك أوراق يحاول البعض مما يسمى الطرف الثالث بعثرتها أو إبعاد الشبهات التي تثار حول السؤال الكبير الواجب طرحه في هذه اللحظات المفصلية التي يتأثر بها الاقتصاد العالمي وتداعيات طبعا ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وما رافق ذلك من بحبوحة ووفرة مالية للعراق، جعلته يتجاوز أزماته الاقتصادية التي تسبب بها السراق واللصوص الذين تسلطوا في إدارة دفة حكمهم. أيها العراقيون، هناك أكثر من 25 تريليون دينار ضائعة لم نرى أي فائدة منها، فهل يوجد تفسير لذلك؟ فبعد أن عجزت هذه المنظومة في إنجاز موازنة كاملة للبلد لهذا العام في ظل وجود توتر سياسي يعصف بالبلد وحكومة تصريف أعمال، لجأت إلى قانون بديل عن الموازنة يسعى إلى حلول من المفترض أنها تكون بدائل مقنعة تحاول إقناع الشعب بأن الإيرادات المالية والفائض المتحققة من ارتفاع أسعار تصدير النفط واستحصاله إلى الخزينة العراقية سيعود بالنفع على الشعب الذي ابتلي بنعمة النفط وتحوله إلى نقمة يتمنى زوالها، لأنها نعمة زائلة إلى جيوب السراق ولصوص البلد. وبعد شد وجذب بين الكتل السياسية والأطراف المتنازعة بين رافض لهذا القرار إلى مؤيد له، تم أخيراً إقراره من قبل البرلمان العراقي،
بالرغم من كل العثرات التي رافقت بنوده بمبلغ مالي يقدر بأكثر من 25 تريليون دينار، لكن ما حصل أن قانون الأمن الغذائي الذي صوت له البرلمان يبدو أن بنوده قد تبخرت، ولم يعد المواطن العراقي يسمع بنتائجها أو متتاليات أفعالها، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً. ليبقى السؤال الأكبر، أين تذهب واردات هذا النفط الخيالية التي تؤشر إحصائيات التصدير أن معدل ما يصدره العراق من نفط شهرياً يعادل موازنة دولة من دول الجوار؟ ولا زال ذلك الطاس والحمام الذي يرافق المواطن. الصراع السياسي الذي تفجر أخيراً ساهم بشكل كبير في إخفاء معالم هذه الإيرادات وذلك الفائض المالي من قبل طرف ثالث يسعى لإطالة أمد الأزمة، زيادة في الاستفادة وحتى الاستئثار بالغنيمة. من موقع مجلة الجاردينيا نقرأ مقالا للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي يقول فيه: يبدو أن سياسيين ما بعد الاحتلال مستمرون بأداء أدوارهم في امتصاص نقمة الشعب وتزييف ردود أفعاله والضحك على ذقونهم، فكلما اقترب العراقيون من التقدم خطوة إلى الأمام للتخلص طبعا من الاحتلال وذيوله، يدخل التيار الصدري لإجهاضها قبل أن تبدأ، وسرعان ما يجيرها لنفسه ويغير اتجاهها، ثم ينقض عليها بعد أن يفتت عضدها ويشوه صورة الشعب ليظهر أنه شعب جاهل يتحكم به هو وأتباعه. والشيء المحزن أن مجاميع من العراقيين ما زالوا يعيشون في ظلمات كهف الجهل بعد 20 عاما عجافا، ولم يبقى للشعب سوى دور بسيط رغم كل ما أصابه من ظلم ومن قهر وحرمان وتخلف، وما زالت نفس الطبقة الفاسدة تتحكم بمصيره. وما مسرحية الأيام الماضية إلا تأكيدا لما ذهبنا إليه بأن كل من شارك بالعملية السياسية هم بيادق شطرنج يحركهم نظام ملالي طهران وقم، ولا صلة رحم بينهم وبين العراقي وشعبه. تم احتلال العراق في إطار استراتيجية الفوضى الخلاقة التي وضعها دهاقنة البيت الأبيض الأمريكي من المحافظين الجدد، ويظهر أن إيران كانت على وفاق مع هذه الاستراتيجية لتحقيق أهداف محددة كإسقاط دولة العراق وخلق كيان مسخ ضعيف فيه التي يمكن التحكم به والتي تلتقي مع الأهداف الأمريكية. وكل من أمريكا وإيران ودول أخرى يمتلكون حالياً خيارات التدخل الواسع والكبير لنشر فوضى متزايدة في المجتمع العراقي متى أراد أحدهم ذلك. بل إن محللاً سياسياً إيرانياً يذهب إلى أن النظام الإيراني اعتمد بداية سياسة الفوضى المنضبطة في العراق تحسباً من انقلاب الأوضاع الأمنية فيه. هذه السياسة التي تقاطعت مع الاستراتيجية الأمريكية، مما فتح الباب أمام الطرفين للتفاهم في ساحة العراق، لم يعد خافياً أن العنف العشوائي الذي تمارسه وتنظمه وتموله قوى الاحتلال ودول جوار العراق وتقديم الأقارب والطائفة والعشيرة والفساد الذي لم يسبق له مثيل، كلها تعبر عن أهمية وتأثير الولاء الطائفي والعنصري والتشرذم عبر الفوضى والعشوائية في الولاء المناهضة للوطنية الذي يسود العراق منذ احتلاله والمدعوم من قبل الذيول في العملية السياسية. إن سياسة سلطة الاحتلال الأمريكية رمت بثقلها باتجاه إضعاف الحكومة المركزية لصالح الحكومات المحلية الجديدة وحسب المحاصصة الطائفية والإثنية. تحت عنوان الأبرتايد دليل على إفلات إسرائيل من العقاب، قال موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي إن الفصل العنصري الإسرائيلي حقيقة، وإن تصعيد الضربات والعمليات الانتقامية في قطاع غزة في الأيام الثلاثة الأخيرة يؤكد مجدداً أنه بات من الملح الآن وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإجبار حكومتها على استئناف المفاوضات.
وتساءل ميديا بارت كيف نقبل الحصانة الكاملة للجيش الإسرائيلي عندما يضع نفسه بشكل أعمى في خدمة المستوطنين أو يفتح النار كما في التمرين على المدنيين الفلسطينيين أو يقتل برصاصة قناص في الرأس الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. واعتبر ميديا بارت أن إسرائيل مسؤولة داخل حدودها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عن جريمة الفصل العنصري، وهي حقيقة ثابتة لا جدال فيها، مثل استمرار الاحتلال العسكري وتطور الاستيطان في الضفة الغربية واستراتيجية الوضع الراهن القائمة على استخدام القوة العسكرية بلا عقاب في كل مرة ينتهك فيها المعسكر المقابل القاعدة الضمنية لصمت السلاح. ويضيف: فكما رأينا للتو مرة أخرى في غزة، حيث رد الجيش الإسرائيلي على النيران بقصف أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين، وذلك على خلفية مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في غارة استهدفته يوم الجمعة. الأزمة الأوكرانية توضح أنه لا يوجد نقص في الأدوات لممارسة الضغط على بلد ينتهك القانون الدولي، ولكن من يجرؤ على الإشارة إلى أن إسرائيل تفعل ذلك كل يوم؟ وأوضح ميديا بارت أنه منذ بدء بناء الجدار الفاصل في عام 2002، والذي يغطي أكثر من 700 كيلومتر من التعرجات عبر الضفة الغربية، أثقل الاتهام بإقامة نظام فصل عنصري على قادة إسرائيل. اتهم البعض في عام 2005 خطة الحكومة لفرض أغلبية يهودية في القدس بفضل الجدار. في يناير عام 2021 ذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أن النظام الذي يستخدم القوانين والممارسات والعنف المنظم لترسيخ هيمنة مجموعة على أخرى هو نظام فصل عنصري. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا حول دوافع الاحتلال الإسرائيلي في شن العدوان الأخير على قطاع غزة، وقال الموقع في تقرير للصحفي الإسرائيلي ميرون رابوبرت إن الاحتلال بادر إلى شن هجوم على قطاع غزة دون أن يصدر أي تحرك من قبل الجهاد الإسلامي والذي حذر الاحتلال شفويا من استمرار اعتقال القيادي في الضفة بسام السعدي. هناك دوافع لهذا العدوان، أهمها مسألة الانتخابات المقبلة للكنيست. إضافة إلى ذلك، قال الصحفي الإسرائيلي إن أحد الدوافع المحتملة للعدوان هو محاولة تل أبيب توجيه ضربة لإيران عبر الفصيل المتحالف معها في قطاع غزة. لم يأبه الجيش الإسرائيلي بتفسير كيف قتل الهجوم بصاروخ إسرائيلي دقيق التوجيه الطفلة آلاء قدوم ذات الخمسة أعوام. لم يصدر اعتذار ولا أي إقرار بأن خطأ قد ارتكب، ولكن ثبت بما فيه الكفاية أن مجرد كون آلاء تعيش قريبا من مقر إقامة الجعبري جعلها هدفا مشروعا. عصر يوم الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 31 فلسطينياً قتلوا منذ بدء الأحداث، بما في ذلك 6 أطفال، وأن ما يزيد على 265 شخصاً جرحوا، أكثر من نصفهم من المسنين والنساء والأطفال. في العام الماضي قتلت إسرائيل 256 فلسطينياً، بما في ذلك 66 طفلاً، أثناء حملة استمرت 11 يوماً على غزة. وفي إسرائيل قتل 13 شخصاً بما في ذلك طفلان بفعل الصواريخ الفلسطينية. إذن ما الذي دفع نحو تنفيذ العملية العسكرية الإسرائيلية في غياب أي فعل عنيف من قبل الجانب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟ يقول كثير من الفلسطينيين واليساريين الإسرائيليين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لبيد، الذي لم يمضي على وجوده في المنصب كرئيس حكومة تصريف أعمال سوى شهرين، قصد متعمداً وضع إسرائيل قيد الإنذار لخوض مواجهة عسكرية بهدف تعزيز وضعه السياسي قبيل الانتخابات العامة القادمة التي من المفروض أن تنظم في شهر نوفمبر تشرين الثاني. وقد يأتي التفسير الآخر لهجوم إسرائيل على غزة، والذي حدث دون استفزاز مسبق
الأسبوع الماضي من وجهة مختلفة تماماً. تجددت النزاعات مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا حول مسألة تمديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. قال المعلق إيشان ثرر في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن ارتفاع معدلات التضخم منذ عدة أشهر قد أدى لاضطراب الدول الفقيرة والغنية على حد سواء، فزيادة كلفة المعيشة التي وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ 40 عاما هي نتاج مجموعة من المشاكل التي تراكمت بسبب وباء فيروس كورونا الذي عطل سلاسل التوريد والطاقة وما تبع ذلك من الحرب التي أعلنتها روسيا على أوكرانيا، وكان أثرهما عميقا وبتداعيات بعيدة. وتعاني بعض الدول من انكماش في النمو الاقتصادي، وبالنسبة للدول الأخرى مثل الولايات المتحدة فمنظور الركود ليس بعيدا عن الزاوية، وتستعد أوروبا العالقة في مشكلة اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي لشتاء قارس أو شتاء اليأس. تحذر وكالات الإغاثة الدولية والمسؤولون في الأمم المتحدة من الجوع الذي سيلاحق الكرة الأرضية في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الأساسية والتي أصبحت خارج قدرة عشرات الملايين من البشر، وقادت دوامة الاقتصاد الكلي العالمي لانهيار الاقتصاديات النامية المثقلة بالديون مثل سريلانكا، فيما تجد دول أخرى مثل زامبيا ولاوس وباكستان نفسها على حافة الانهيار. لكن الوقت الحالي يمثل العصر الذهبي لشركات الوقود الأحفوري، وقدمت التقارير عن الربع الثاني لعام 2022 أرقاماً مثيرة للدهشة، فقد حصلت شركة النفط بي بي على أرباح في الربع الثاني تصل إلى 6 مليارات و500 مليون دولار، وهو أكبر عائد منذ 14 عاماً. أما إكسون موبيل فقد حصلت على أكثر من 17 مليار و900 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ تكسبه شركة في ربع من العام. وسجلت شركات مثل شيفرون الأمريكية وشيل ومقرها لندن والفرنسية توتال إنرجيز أرقاماً عالية جداً. ولو وضعنا مكاسب الشركات الخمس معاً فقد حققت 55 مليار دولار في الربع الثاني، في وقت عانى فيه مئات الملايين حول العالم من تداعيات زيادة الأسعار. ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذا الوضع بغيض، وفي تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي شجب فيها شركات الطاقة لزيادة الأسعار في وقت أزمة عالمية، وحث الحكومات على فرض ضرائب قاسية ضد هذه الشركات، وقال إن مراكمة شركات الطاقة والغاز أرباحاً قياسية من أزمة الطاقة الحالية وعلى ظهور الفقراء والمجتمعات وبثمن باهظ للبيئة أمر غير أخلاقي، حيث لعب دوره في تحذير العالم من الأزمة ومطالبته الحكومات بالحد من الانبعاثات الحرارية، وقال هذا جشع فظيع يعاقب الفقراء والضعاف ويدمر بيتنا الوحيد. تعود الأمور في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل التصعيد العسكري الإسرائيلي رويدا بعد توقف أصوات الصواريخ والطائرات الحربية التي كانت تغير على مدار الساعة على العديد من المناطق ومنها منشآت سكنية، بينما خيمت أجواء الحزن على وجوه السكان وفتحت سرادق العزاء لاستقبال المعزين بالشهداء الذين سقطوا جراء الغارات، بينهم أطفال ونساء ومدنيون. لا تزال رائحة الموت والخراب تنبعث من عدة أحياء في قطاع غزة، ففي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع لا تزال العوائل المكلومة التي فقدت 8 من أبنائها ومن بينهم خالد منصور القيادي البارز في سرايا القدس تلملم جراحها. هناك في حي الشعوث المكتظ بالسكان وذي المباني المتلاصقة تلملم الأسر ما تبقى لها من مقتنيات من تحت الركام، حيث أدت الغارة الإسرائيلية المفاجئة والتي استخدمت فيها عدة صواريخ إلى تدمير العديد من المنازل وحولتها في لحظات إلى ركام.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.